فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة تقول إنها حاضت وجلست عادتها المعتادة. نعم. امرأة حاضت وجلست عادتها المعتادة. نعم. ثم رأت الطهر وبعدها بيوم رأت دما وكانت تصلي وتصوم. امرأة حاضت وجلست عادتها المعتادة. نعم. ثم رأت الطهر وبعدها بيوم رأت دما وكانت تصلي وتصوم، مع العلم أن الدم ليس له علامات دم الحيض المعروفة، فهل فعلها صحيح وصلاتها وصومها صحيح؟ نعم، ما دامت إن رأت الطهر والنقاء التام، اغتسلت وصلت ثم رأت بعد ذلك شيئا من الكدرة أو الصفرة أو الدم الذي لا ينطبق عليه وصف الحيض، فليس في شيء، تصوم وتصلي. نعم.